حلقة جديدة من برنامج المرة الجاية. برنامج المرة الجاية يعمل بالإبداع والمبدعين في شتى المجالات، ويبرز الوجه المشرق لمدينة فاس أولا وللمغرب ثانيا. من منا لا يعشق التراث الشعبي المغربي، والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الذاكرة الشعبية. هنا معنا فنان من العيار التقي الأعطى، ولا زال يعطي في مجال العطاء. غادي نتعرفوا جميع على الفنان المتميز محمد جناح، والملقب بجلالي. اهلا وسهلا بك في برنامج مرة جاية عندك. مرحبا. زدنا في الدومين، دزنا فيه شي 48 سنة. وقاش كانت البداية؟ البداية؟ البداية دخلنا في الحرفة، لقينا العطاء، لقينا العطاء مرصوية، لقينا الحداويات، لقينا لباس، لقينا الغزالة الصيادة، لقينا الشاليني. هادو زعما كانوا شي 7 عيطات ولا 8 سطات كنا كندورو بهم، كنخدمو مع عبد الجبار. مشينا للمهرجانات، خدمنا في عبد السيما حسن الثاني الله يرحمو، خدمنا ما خلينا زعما الولدان ديال المغرب ديالنا كلها تارينا. خدمنا العيطات هاد الشعلو الاولين كانوا تراث زعما، وكان داكشي مزيان. حنا ماشي تحدينا هاد الناس الاولى ولا داكشي، غير هو بحال هاد العيطة بدات كتقار، مابقاش داكشي اللي كتعرف. وحنا السطات كان زعما هو الاول. شكون في نظرك يعني اللي خلى ان العيطة بحال قلتي تنقرض من كترجع المسؤولية؟ العيطة دابا أول مرة تشد العيطة بدات في آسي تربط في السطات، وكانوا شيوخ قبل منا لقيناهم خدامين. كان مثلا حداك الحروب العربية الله يرحمو، كعكوش غد مرطي صالح، هاد الشياخ كانوا قدام لقيناهم قدامنا. انا عندي 64 عام بالعمر ديالي، ولكن الساعه اللي نقول لك دخلنا ب 75 76 لقينا هاد الشيوخ هما اللي كيصرفوا في هاد العيطات. والعيطه ديال الشاليني اللي عيطه اصيليه ديال الصفات، البديه من هنا من القبال من نياغري، واحد البلاصه كانت عشوائيه ولكن كانوا فيها الشيخ والشيخات موجودين، كان يخدموا هاد الشيء ديال العيطه. كنشوفوا بلا العيطة هي مجموعة أغاني اللي فيها حتى رسائل. على سبيل المثال نذكروا يعني الفنانة خربوشة لأنها قاومت الاستعمار بالأغنية بالعيطة، يعني اللي حاليا دابا كيشوفوها الناس أنها غير أغاني كنقصوا عليها، ولكن هي بحد ذاتها هي مجموعة ديال الرسائل. شنو بغيتي تقول لي في هذا الصدد؟ هادشي جينا حنا أول مرة تلقينا هاد العروض كيخدموا هاد الشيوخ وهاد الشيخات اللي كانوا. نعم. فهمتي؟ دابا هاد الشيخ اللي باقي البركة عندنا الصفات الرطبة، كاين شيخات وكاين شيوخ، ولكن الناس البلاد ديالنا حنا ما معاوليناش، ما مساندينش. مكاينش دعم، ما كاين والو. ما كاين لا دعم لا والو، ما كيعتبروناش صار اعتبار. كتشاركوا في مهرجانات اللي كتقولوا؟ شاركنا، درنا مهرجان خاص بينا حنا. نعم. وتعاوننا كاع حنا مع بعضياتنا ودرناه، وزعما قلنا باش نوقفوا الخزانة على حق وطريقة. نعم. ما جابش الله ما كاين حتى حاجة، الناس كيخليو علينا حنا ويجيبوا ولاد اخرين. كنقولوا مطرب الحي لا يطرب. آه. الناس اليوم محلين لسات الناس. وهذوك اللي كيشوفوا دوك الناس راه ماشي تحديتهم، ما يخدموش على الشيخ ديالنا حتى الثالثة، ما فهمتش كيفاش هذاك الشيء. بغيت نسولك، واش عندك شي مهنة أخرى من غير الفن؟ لا لا والو. إذا أنتم انتهيتوا الفن؟ هذا الفن هو اللي خدمنا فيه، ولدنا فيه الوليدات وبنات وكل شيء. واش نقول لك، بقينا واش باقا نفس المردودية ديال الفن دابا بحال اللي كنتو شحال هادي؟ المردود ديال شي حاجة أخرى؟ ماديا يعني فاش تسرق؟ لا ما كاينش ما كنكذبش على الله. قليل داكشي قلب، داكشي قلب. رغم أن كاين المناسبات والأعراس. أي المناسبة ديال الأعراس، ولكن دوك الناس اللي كتعرف كتمشي عندهم كانوا ناس شجاعة وناس كرامة وناس كيقدروا الفنان. كيقدروا الفنان، قلوا تاخر اللور قدامي انا ما تكونش عندي 4 دراهم ما نمشيش لشي بلاصه اللي ما هياش عندي. ما نفرض. وبالنسبه لحاله البتيلي على واحد المهرجان انتما كتنظموا. نعم. هذا المهرجان اللي كتنظموا، يمكن لك تحكي لي عليه شويه كيفاش كتنظم المهرجان؟ المهرجانات كنخدموا فيهم بكري، كان كيسرطونا الصراحه مزيانه. نعم. الناس اللي كانوا بكري معنا دازوا معنا وداك الشيء، ومن دابا شي 15 عام ولا 20 عام ما بقاوش كاع، ما كاينش اللي يعيطوا علينا تا واحد فينا. داك كاينين الناس مزيانين خدامين، شيوخ مزيانين ديال المهرجانات، ماشي نقولوا عشوائيين ولا شي حاجة، ولكن الناس مسؤولين عندنا نفس الطبيعة. لا قد العلم ديالي انك انت ما
الاكاديميين يعني من الاوائل اللي عطاو في يعني في المجال ديال العطاء وفي الفن ديال العطاء. اي ولكن راه كاينين كانوا الناس كيعتبرونا الاولين، ودابا هاد الناس اللي تستعلوا الاخرين ما كيدوا لك عطاء ولا غيرهم. اذا الفنان نقدروا نقولوا انه كيعاني في صمت. صافي. كاينه معاناه. هادشي اللي كاين. اذا شكرا سي الجلالي واستمتعنا معاك واكيد غادي نستمتعوا في نهايه الحلقه. مرحبا. عاد اسمح عليك يا ليام.